ايش دعوة يبا؟ صراحة اليوم أكرمونا أم هيا، جابت لنا جريش أحمر على كيف كيفك. يا سلام، جريش تاكل أصابعه أصابعك ورا. أي نعم، أنتم طبعا بعد شوي يمديكم تروحون تذوقون الجريش الأحمر والمرقوق، عرفت علي؟ والرز ما ادري ايش يسمى، كابلي، مندي، مضبي، ما ادري ايش يسمونه صراحه. ها؟ فانا صراحه قلت ودي اذوق كذلك البليله، اطمن عليها. عرفت علي؟ نبغى نطمن على بليلتنا. ما نركب على سيت الدتسن كله. يا ابو حبيبي معاذ، اوه ايش رايك في الريحه بس؟ ما شاء الله، شوف انا خبير بليله بس مو مره. طلع المفتاح زي تو ولا شلون؟ لا، ايوه نبغى الصحن ذا ينفتح. الله يسعدك ويبارك فيك، هذا ما شاء الله ما شاء الله. ايش رايك؟ شوف 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 كيف الاعلانات. الله الله كيف 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 الاعلانات كيف؟ عشان ما بسيط ابو. طبعا هنا مكونات ما شاء الله. اقرا انت. انا ما اعرف اقرا. انا عطنا المحتويات. محتويات البوكس، اها، سلطات البليلة، شمندر بليلي، وش هي شمندر بليلي بوكس؟ بليلي بوكس، جزر، خيار وملاعق. يا سلام غرفة. يا سلام. بلقاط وكمون وشطة وملح. ما عرفت يا معاذ، أنا بس بذوق، أنا بس جاي أدلع عندكم. أقول لك يا أبو عبد العزيز، بليلة بللوكي حرقوكي بالفلفل. يا سلام، بليلة بلولوكي حرقوكي بالفلفل. بليلة يا بليلة. علموك ابو عبد العزيز. سم طيب. سم طبعا خبرك يا معاذ ولد فلتة، نبغى الحين عندك الان المكونات، الحين تزبط لنا كذا الحين على ذوقك. عندي اضبط لكم البليلة. اي نعم، يلا حلو كذا ولا ابو عويش؟ حلو منك ابو شرايك؟ عبد العزيز. ها؟ حلو، شفتني لما ها؟ احسن عطيت. لا انت تعبان. لا والله توني بعد تغرف من البليله اللي قدامي. يا سلام يا سلام يا سلام، الواحد يشوفه عن قريب. يا سلام من المرق. البليله اسر منتجه، ام عبد الله الله يوفقهم ان شاء الله، جزاه الله خير. تبى شط يا ابو عبد العزيز؟ كل شيء الحين عندك. الملقاط ورنا الملقاط، ما شفت الملقاط يا ولد؟ عنده ولا لا في ملقاط هنا صغير وحركات ترتيب هنا. طلع اللي في البوكس هذا هنا كله. يا سلام عليك، عندك هنا الحين الجزر وعندك الاشياء. وهذا خيار بليله بلبلوكي. يا سلام يا سلام، حتى الملح والفلفل كمان. يا سلام يا سلام. ها شوف، ها تعرف الحركات هذه؟ حلوه حركات اتيكيت. حط شطه شوي. الشطه حسب الرغبه، انا ما ابغى شطه. تبغى شطه؟ قل لا. لا بدون شطه. طيب 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 طيب. يا سلام اسلم. ونحط ملح. يا سلام يا ابني عمه يحبون هذا الجزر. حركات الجزر. ها سلام عليك. يا سلام. وهذا الخيار. الخيار. وهذا شمندر بليلي. الله. خلاص محمد العويسي حبيت الشمندر بليلي. هذا يا سلام عليك. وهذا الشمندر. طيب لا فيدك. لا فيدك. انا بصلح بدون شطه هنا، عرفت علي؟ ايوه حطيت ملح وكمون للحين. ها وهذا الجزر لك يا ابو عبد العزيز. يا سلام. السلام عليك ابو عبد العزيز. يا سلام. العين تكرم مدينه. يا سلام. وهذا تبغى خل ولا بدون خل؟ لا بدون خل مره. وهذا طيب الخيار. إذا تبغى خل حط لك. يا سلام، أنا أحب الخل. أوف شكلي كثرت. بس الله يستر. الله الله يستر. الله يستر. هذه وهذا الملعقة. المعالق. أنا بسوي لي واحد كمان. لكن أنتم أعطوني صدقا، كيف رأيكم في مقاس الحبة؟ مقاس الحبة كيف؟ تبارك الله. ترى هي تمشي على مقاس الحبة. أتوقع مقاساتي. الله البليلة تختلف. من نوع النوع ان شاء الله من شكل حلو بعد. كل ما كانت يا سلام يا سلام قوامها وطعمها وجودتها افضل. يا سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكل والريحه ما شاء الله. بسم الله
الترتيب انا بيني وبينك اول مره اشوف ترتيب ابو عبد العزيز ها خيار وجزء وشط كل شيء جاهز ما شاء الله. العين تاكل قبل المعده سبحان الله يقول. قبل الخشم ها قبل المعده سبحان الله. فالمنظر يهم بشكل كبير. الله يعطيهم العافيه. سلم سلم يوم. صح صح, صح, صح. لا بس بس يلا بقلب. شوف شوف كيف المتسابقين يهتمون فيني ويدلعوني. اشكركم بعنف. اذا ما اهتمينا فيك يا ابو عبد العزيز اهتمينا فيك. اشكركم بعنف. جزاكم الله خير. تمام. انا فقره البليله صراحه ما حبيت اضيعها. فقلت انا بشارككم بس اكل البليله والرقم موجود على الشاشه. ما شاء الله تبارك الله الترتيب راقي فاخر. جميل جدا. اتمنى انكم تتواصلون معهم تضيفونهم عندكم تطلبون منهم. الأسر قلنا مفتوح الإعلان للأسر المنتجة عندنا. أي أسرة منتجة حابة تعلن عندنا الباب مفتوح لهم. نحن ندعم الأسر المنتجة ونقول جزاكم الله خير. هذه أختنا أم عبد الله وأختنا أم هيا بيضت وجيهنا عند ضيوفنا وجزاها الله خير. صراحة مرقوق فاخر من الآخر. الجريش الأحمر هذا صراحة يعني ما قد ذقت زيه ما شاء الله تبارك الله. الحيمات وكذا بيض الله وجيههم. وياليت تعرض لنا يا محمود حساب أم هيا اللي أعطتنا إجابة الغداء. طبعا هم أسر منتجة أسرتين اليوم شاركت بالبليلة أسرة وبالأكلات الجميلة صراحة الأسرة الثانية اللي هي طبعا ما شاء الله الاكلات ام هيا الشعبيه مرقوق رز عدني رز عدني اذا ما شاء الله. وكذلك تمن لحم ودجاج وتمن خلطه ام هيا الخاصه وجميع انواع السلطات والسخانات وتتميز بالرز العدني وتوصل لجميع انحاء الرياض. هذه ام هيا الاكلات الشعبيه. اما بوكس البليله يكفي هذا العشرين شخص واكثر يحتوي على كل شيء خاص بالبليله بالاضافه. عندهم كذلك صناعة الكيك والكيك الكوري واللانش بوكس وتوصيل لجميع أنحاء الرياض. يا سلام عليكم يا سلام عليكم بيض الله وجيكم. هذه أم عبد الله صاحبة بليلة بليلة بوكس بليل بليل بوكس بليلي بليل بوكس بليلي بليل بوكس بليلي بوكس بليلي بليل بليل شو اللسان عندك معلق على اللي تونا صار التفته بنلي بنلي بقى حلوه التفته حلوه التفته. لا ما شاء الله شغلها طيب. يا رب يوفقها ان شاء الله. يا سلام انا جلست في الاعلان وانتم قاعدين تاكلون وانا قاعد اسولف. طيب يا عيال الذين امنوا انتبهت ها؟ انا بلف عليه شغلك الحين بقى. ترتيب فاخر من الاخر ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيه العافيه. متسابقين عاد يصنعون ولا غلطة ها؟ خلهم الباقيين خلهم سلامتهم اللي ما يقوم انا ومحمد نخلص ما علي. اذا خلص الفول معاذ مو مسؤول. اه اذا خلصت البليلة معاذ مو مسؤول. معاذ بدون غليلة ملول. على ابو عبد العزيز يقوم ما حباك ان شاء الله. اختفت عليه كله. جعله بالعافية. جعله بالعافية ما شاء الله. ينسون لها ارقامها بس رقم تليفونها. اي نعم. يا سلام عليك يا سلام عليك. انا عاد اخليكم بروحكم استاذنكم بعد ما خط صحني. اهم شيء زيد زيد صح ابو عبد العزيز. زيد ابو عبد العزيز بس جعله بالعافيه. يسدك بيض الله وجهك يا ابو عبد العزيز وجيم. وكل يوم كل يوم يا ابو عبد العزيز كرروها كرروها. نجيب بليله كل شيء. الله يحفظك يا ابو عبد العزيز. الله يستر عمرك. انا بجيك مع هذا. شوف حط عندك هذه هذه تعرف من؟ ام هيا صراحه ابداع في التمثيل. والله حلو يا ابو عبد العزيز ما شاء الله. قبل اي شيء رهيب فاتكم. لا ما فاتنا الا الخير ان شاء الله. بتكرها مره ان شاء الله ام هيا. الله يوفقهم ان شاء الله وجزاك الله خير يا ابو عبد العزيز. اللهم امين. سولف انت ترى تسولف يا رجال. لا 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 كل كهرباء. لا كله بعد ما تخلص سولف. ابرقد ابرقد بترقد بترقد بس خليني امشي عنك شوي وبجيك.
انا عندي مطبخ بقوم الشباب. ها عندك مطبخ؟ تعال بديتك. ها؟ اذا عندك مطبخ تعال. بليلة بللوكي حرقوكي بالفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبيض وجهه، اقسم بالله شغل فاخر من الاخر. شكرا والله كثير. بليل بوكس، هذا رقم الواتساب، هذه حساباتهم، تواصل. الله بيض وجيههم. ايه يا سلام. خلاص يا دبان افلح.